مقلي. حلو. رز من قبل بيوم. جميل. شوية رز، مكسرات، هون عندي ليمون، دقة، شوية صويا صوص، لبن، طحينية، وأروماتكس اللي هو بقدونس وكزبرة. حلو. وبدنا نبني هلا الصحن مع بعض. يا أوكي. سلام. بليز نجيب مقص. يلا. خلينا نبلش بالسمبوسك. نقصها. ساعدك فيها. يس. طبعًا اللي ما عنده دقة كيف كذا وصفة سريعة لأحلى دقة. دقة عبارة عن فلفل أخضر بحري مع شوية ليمون شوية جارليك. بس هاي. طيب فعندنا هنا. راح نبلش نفتح بالسمبوسك. أوكي. فتبي أحط لك هذه هنا. يس. بدي اللحمة هنا. حلو. فقاعد نفضي اللحمة هنا. يس. إذا نزل معاكم شوية من ورق السمبوسة. عادي. قصها وحطها هناك. يس. بيرفكت. خلاص فتفتها بيدي يمكن اسهل لك. يس. طبعا اذا عندكم احنا بندخلها الفرن، بس اذا في قلايه هوائيه برضو تختصر لك الاير فراير كمان بتزبط. ايه. ومش مضطر اذا مستعجل مش مضطر كمان تدخلها الفرن، بس هي رح تصير شوي كريسبي اكثر. صح. عشان عاده بتكون قعدت برا شوي بروح لك الكريسبنس تبعها. انا عم نفضي اللحمه. اوكي. حلو. هلا هاي انا بحب نعملها ك شو بزيد على الفطور. نعملها صحن للسحور. والله ترى افكارك جهنميه. ثانك يو. تمام. هل انت تشتغل في مطبخ البيت نفس يعني مطبخ المطاعم وكذا؟ لا انا بسوي عاده فاين دايننج وبنعمل اميرسيف اكسبيرينسز واكثر من شيء، فشغلي شوي اكثر بيكون فاين دايننج، بس احنا هون حابين كنا نعمل شيء للناس على اساس يلاقوا طريقه يدوروا الاكل فيها مع يعني مع روح الشهر الفضيل. حلو. يعني هل لك مطعم يقدرون الناس يجربون فيه الاكل ولا؟ عندي بشتغل مع اوتيلات فايف ستارز، وعندي مثلا دينر اكسبيرينس كان بشانغريلا سنه كامله، هلا عندي شو بفور سيزونز كابيتال. طبعا دينر اكسبيرينس اللي ما يعرف معناتها تجي ليله صح؟ تسوي كذا ست منيو 7 كورسز فاين دايننج سبع اطباق. خلينا ندخل هاي بليز. حلو. على الفرن. كذا خلصنا، فعندنا هنا اللحم وهذه راح ندخل نحمرها زي ما قلت لكم مو شرط، لكن لانه بيحط عليها اشياء كثيره رطبه فاحلى تكون بزياده كريسبي عشان ما تخف معنا. وبالاير فراير ممتازه بتكون. حلو. هلا انا بالمين تايم بدي اعمل صوص تبعنا. حلو. فانا دخلت الان ورق السمبوسه في الفرن يتحمر، عندنا هنا اللي باقي، فراح نسوي الان اللي هو الصوص حق الفته. صوص الفته اللي هو عاده بتشكل من لبن. اوكي. شوية طحينية. ممتاز. كل حدا بيعملها البريفرنس تبعه، أنا بحب يعني. شوية صغيرة. حلو. بنحط شوية ليمون. ممتاز. هذا بيرسونال بريفرنس، أنا بحب أحط معها شوية صويا صوص. يعني كل وذوقه، الصويا دائما تعطي طعم حلو. شوية صويا صوص. الصويا راح يستخدمها بدل الملح لأني أنا ما أشوف ملح هنا. بدل الملح يس. أوكي. أوكي. وأنا هاي صارت جاهزة. هاي عندي الصوص تبعي هيك. يا سلام. طيب فالان راح نرتب الامور، ننتظر الورق السمبوسه يتحمر ويتقمر ونطبق الفته على بعض. طبعا عندنا هنا شو اسمه ورق السمبوسه. طبعا شيف عمر بحييك. طيب سلم علي. وانا شوف انا بقول لك شيء، انا شفتك حرق السمبوسه. الشيء الوحيد اللي قلت له يعمله بس سمبوسه حرقه. مرتاح بزياده. حلو وماشي ممتاز وشغال على البواقي، قلت خلني اتحدى شوي. بس اتس اوكي ما راح نكبها، بدنا نبلش. حلو. فالان جالسين نبني الفته. نبني الفته. بنحط اول شيء اللي هو ورق السمبوسه المحروق. ورق السمبوسه لازم تحرقوه يعني لو سمحتوا على اساس تبين انها تدوير. هلا هون انا بحب بدي اعطيها شويه من الدقه. بس لونه حلو. ها متحمص يعني. انا بحب البلاك سيتس. جود. اوكي بدنا معلقه للرز. شويه مراره كذا الرز كمان بايت، ما في داعي نستعمل رز فريش. لو كان مباهر كمان مش مشكله. حلو. حط لي شوي بدنا نحط. ما يحتاج نسخن شيء لا اصلا بارد الفته بتتاكل. اوكي. طيب يعني اصلا رح ندخلها على الثلاجه عشان تتسبك على بعض. يعني ما ترى اقدر احمي لك الرز شوي. لا 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 ما صار اقمر لك اياه. رح تدخل بدك تحرقه. خليه لا بدك تحرقه شوي. خلص حركت الخبز بدك تحرق الرز هذا. اوكي قد ما بدنا بنحط كميه، ما في داعي نلتزم. اذا عندنا دجاج هون بنحط دجاج كمان عشان يصير كذا في بروتين زياده. احنا هون عم نستعمل لحمه. اوكي. بدي بس احط بالاول الصوص اللي عملته. ممكن اعمل ثينينج للصوص شوي، نحط مع شويه مي اذا بدنا على اساس نخففه على الفليفر اللي بدنا اياه. حلو. سو ذس از البليتنج تبعنا. اوكي.
هاي this is how we do it. هون بدنا نحط هون اللحمة تبعتنا. اوكي وهون راح افنشها انا بشوية سنوبر شوية لوز وعن جد شوية بارسلي وهيك صارت الفتة تبعتنا جاهزة. يا سلام.